السلام عليكم ورحمة الله، وصباح الخير عليكم جميعا. وأول جمعة في السنة الجديدة، ربنا يجعلها سنة سعيدة على الناس كلها إن شاء الله. النهاردة أنا هروح دلوقتي، أنا في العبور وهروح نادي العالية، هقابل الأستاذ أحمد العجاتي والأستاذ مجدي أبو المجد. هنصور مع الأستاذ أحمد العجاتي وهيكلمنا عن تجربته في تربية الكلاب عامة، وخاصة بقى الأرمنت، لأن أستاذ أحمد العجاتي تجربة جميلة جدا وناجحة جدا، وأظهر الفترة اللي فاتت مستويات كويسة جدا من الجراوي، وعايزين نتعلم ونستفيد منه طريقة الاهتمام بالنتاية الحامل والاهتمام بالجراوي وكل الحاجات دي، وبدأ امتى وهكذا. كل الكلام ده هنتكلم فيه النهاردة معاه، وهيبقى معاه الجرواية بتاعته ساشا، وهنشوف مرسى هيعمل ايه معاها اول ما هيشوفها، وهنصورهم مع بعض. هيبقى يوم ان شاء الله لذيذ بإذن الله. وانا دلوقتي هبتدي اتحرك، يلا. وصلت نادي العالية وفي انتظار الأستاذ أحمد العجاتي والأستاذ مجدي. هننزل كده أنا ومارس كده يلعب شوية ويتسلى لحد ما هما يجوا إن شاء الله.